طيب احنا اتكلمنا عن تعريف الإدارة، واتكلمنا عن المدير، واتكلمنا عن وظائف الإدارة، واتكلمنا عن أنواع المديرين. تمام؟ طيب ايه هي الأدوار الإدارية؟ يعني كل مدير ليه أدوار معينة بيقوم بيها في المنظمة بتاعته. طيب ايه هي الأدوار الإدارية؟ او المدير بيقوم بكام دور؟ المدير بيقوم بثلاث مجموعات او ثلاث اشكال من المهام. تمام؟ اول واحدة اسمها الأدوار الشخصية. الأدوار الشخصية اللي بيقوم بيها. تمام؟ طيب دي زي ايه؟ كشخص ايه الأدوار اللي انت بتقوم بيها؟ بيكون قائد المنظمة، هو اللي بيقود المنظمة دي. ايه تاني؟ ممثل المنظمة، يعني ايه ممثل المنظمة؟ قدام اي هيئة، قدام اي شركات تانية، في اي اجتماعات، في اي معارض، هو الممثل اللي بيتكلم عن الشركة. هو اللي بيتكلم باسم الشركة. طيب ايه تاني؟ حلقة الوصل. يعني ايه حلقة الوصل؟ حلقة الوصل بين الادارات، حلقة الوصل بين الاقسام. هو المدير اللي رابط الاقسام كلها ببعض والادارات كلها ببعض، هو المدير. يبقى الأدوار الشخصية بتاعت المدير إيه؟ إن هو قائد المنظمة. تاني حاجة إن هو ممثل المنظمة في أي اتجاه أو مع أي هيئة. تالت حاجة حلقة الوصل ما بين الإدارات والهيئات. طيب الدور رقم اتنين. الدور رقم اتنين اسمه الدور المعلوماتي. الدور المعلوماتي يعني ايه الدور المعلوماتي؟ هو مصدر المعلومات. لو بيتكلم مع شركات وهيئات اخرى فهو المتحدث الرسمي اللي بيطلع معلومات عن الشركة او المنظمة. يبقى هو برضو في الدور المعلوماتي هو ممثل المنظمة. هو ممثل ايه؟ المنظمة. طيب ايه تاني؟ موصل المعلومات. بيوصل المعلومات ما بين الإدارات، ما بين الأقسام. موصل المعلومات ما بين الإدارات والأقسام. طيب التالتة المتحدث بقى. تمام؟ المتحدث زي ما ذكرنا قبل كده وقلنا إن هو المتحدث الرسمي عن المنظمة قدام الشركات الأخرى أو المعارض أو الهيئات. تمام؟ يبقى الدور المعلوماتي اللي بيقوم به المدير هو إنه ممثل المنظمة قدام الهيئات الخارجية، موصل المعلومات بين الإدارات والأقسام، والمتحدث الرسمي باسم المنظمة. طيب
الدور الثالث هو صنع القرار. صنع القرار يعني ايه؟ القرارات بتطلع من تحت ايده، هو التوب، هو الراس الكبيره في الموضوع، هو المقرر، الناس اللي تحت دي مسؤوله عنه، فهو اللي ايه؟ صانع القرار. تمام؟ صانع القرار هنا بمعنى ايه؟ بمعنى انه مبادر. مبادر بايه؟ باتخاذ القرارات، مبادر بابداء الاراء، مبادر بالخطوه او الفعل اللي هيعمله جوه المنظمه. طيب ايه تاني؟ معالج للاختلافات. يعني ايه معالج للاختلافات؟ دكتور يعني؟ لا، اي مشاكل بتظهر جوه المنظمه هو اللي بيحلها. اي اختلافات ما بين ادوار الاقسام او الادارات هو اللي بيعالجها، بيعالج المشاكل اللي بتظهر جوه المنظمه في الاداره الواحده او ما بين الاداره وعده ادارات تانيه، هو اللي ايه؟ اللي بيحل المشاكل. طيب الدور رقم ثلاثة ايه؟ موزع للموارد. موزع للموارد، الموارد بتاعت الشركة اللي سبق وقلنا انها ايه؟ يا اما موارد بشرية كافراد، او موارد معلوماتية معلومات، او موارد مالية وهي الاموال. هو اللي بيوزعها طبقا لحاجة كل قسم في المنظمة. تمام؟ يقدر يجيب حد من القسم ده يحطه في القسم ده، او يجيب حد من الادارة دي يحطه في الادارة دي. تمام؟ او لو الادارات دي محتاجة سيولة فيبتدي يوزع على حسب اهمية واولوية احتياج كل ادارة للسيولة او للمعلومات. طيب رابع حاجة مفاوض. رابع حاجة هو ايه؟ مفاوض. مفاوض ايه؟ هو اللي بيتكلم باسم الشركة في المعاملات والتصرفات مع الشركات الاخرى. هو اللي بيتكلم مع اي موظف جديد وياخد ويدي معاه. يعني مش بتبقاش مظبوطة قوي، بس يعني لما المدير يقعد معاك ويفاوضك، لما المدير يقعد مع مديرين شركات تانية ويبتدي يتفاوض معاك. طيب دي كانت الأدوار الإدارية، الدور الشخصي للمدير وهو إنه قائد المنظمة، ممثل المنظمة في الخارج، وحلقة الوصل بين الإدارات والأقسام. الدور الثاني وهو الدور المعلوماتي، وهو إن المدير بيكون ممثل المنظمة أمام الهيئات وأمام الشركات الأخرى وفي المعارض. رقم اثنين إنه موصل للمعلومات ما بين قطاعات الشركة. رقم ثلاثة إنه المتحدث الرسمي باسم الشركة أو المنظمة. يبقى المتحدث مش من الأدوار الشخصية، هي من الأدوار المعلوماتية، لأن المدير هو مصدر المعلومات الرسمي أمام الشركات الأخرى. طبعا الدور الثالث وهو صنع القرار، وهو ان المدير مبادر باتخاذ القرارات، هو اللي بيعالج المشاكل والاختلاف بين الادارات، هو اللي بيوزع الموارد سواء كانت موارد شخصية بشرية او مالية او معلوماتية، وانه كونه مفاوض. تمام؟ واللي بيتحدث باسم الشركة، او المفاوض اللي بيفاوض عن الشركة مع شركات اخرى في الاعمال. طيب نيجي بقى للنقطة الاخيرة في المحاضرة الاولى، وهي المهارات الادارية. المهارات الادارية، ايه المهارات اللي المفروض تكون موجودة؟
احنا قلنا ان المستويات الإدارية كانت عليا ووسطى وفنية. عليا اللي هي الإدارة العليا، وسطى اللي هي الإدارة الوسطى، ودي اللي تعتبر حلقة الوصل ما بين الفنية والعليا، والفنية الناس المنفذين للمهام الفنية داخل الشركة. طيب ايه هي المهارات الإدارية؟ لو انا جيت عملت مربع كده وديت لكل واحدة من الإدارات او المستوى الإداري لاين لوحدها، وقلت ان انا هحتاج مهارات ذهنية، تمام، وهحتاج مهارات إنسانية، وعندي مهارات فنية، تمام، مهارات فنية. طيب انا عندي ثلاث مهارات وعندي ثلاث مستويات إدارية. المهارات الإنسانية بتشمل جانب كبير من الدور اللي بيقوم بيه أي مدير على المستويات الثلاثة العليا والوسطى والفنية، أو بمعنى تاني نقدر نقول إن أنا لو جيت قسمت المهارات دي على المستويات الإدارية فهلاقي إن في المستوى الأعلى المهارات الذهنية حجمها كبير أو مساحتها كبيرة. الإدارة العليا هي الإدارة اللي بتخطط والإدارة اللي بتنظم والإدارة اللي بتوجه، فبالتالي لازم تكون المهارات الذهنية والفكرية والعقلية تحتل مساحة كبيرة قوي من قدرات الإدارة العليا. يليها المهارة الإنسانية، يليها المهارة الإنسانية، ثم بشكل صغير قوي المهارة الفنية، ده على مستوى الإدارة العليا. طب لو رحت لمستوى الإدارة الوسطى، في مستوى الإدارة الوسطى هلاقي جزء ذهني، جزء إنساني، جزء فني، التلاتة يقاربوا بعض، التلاتة يقاربوا بعض في المساحة. لو رحت للمستوى الفني هلاقي إن المهارات الذهنية أقل، المهارات الإنسانية واخدة جزء، وأكبر جزء واخدة المهارات الفنية. ده في الإدارة الإيه؟ الفنية. يبقى أنا لو جيت أفهم الموضوع ده أفهمه إزاي؟ الإدارة العليا أكبر مساحة فيها للمهارات الذهنية، وبعدين جزء للمهارات الإنسانية، وجزء صغير فني. لو رحت للإدارة المتوسطة هلاقي التلاتة واخدين نسب متساوية. لازم يكون عندك ذهن أو عقلي ومهارة إنسانية ومهارة فنية، التلاتة بنفس المستوى بنفس الحد. لو نزلت تحت للإدارة الفنية هلاقي إن المهارة الذهنية قلت، وفي مهارة إنسانية متوسطة، وأكبر قدر ممكن موجود للمهارة الفنية.
تمام؟ يبقى المهارة، يبقى الإدارة الفنية عكس العليا. العليا الذهنية فيها كتير والفنية أقل. الفنية فيها كتير والذهنية أقل. تمام؟ أوصل من الكلام ده لإيه؟ المعرفة الفكرية اللي هي أول حاجة بتاعت الإدارة العليا، هي القدرة على التفكير والتحليل والابتكار. تمام؟ هيبقى إيه؟ القدرة على التفكير والتحليل والابتكار، كلها مهارات ايه؟ عقلية. طيب لو رحت لي، او بلاش دي المعرفة، خلينا نقول دي ايه؟ المهارة، بلاش المعرفة. تمام؟ فلو جيت قلت المهارة الإنسانية، إيه هي المهارة الإنسانية؟ هي مهارة التعامل مع الآخرين. مهارة التعامل مع الآخرين. طيب إيه هي المهارة الفنية بقى؟ المهارة الفنية هي المعرفة المتخصصة في مجال معين. تمام؟ ايه هي، لما يسألني ايه هي المهارة الفنية هقول له هي المعرفة المتخصصة في مجال معين. ان انا راجل اكون فني في مثلا تصليح المكن، فني في الغزل والنسيج، فني في التبريد والتكييف، فني في صيانة الكمبيوتر. أنا راجل عندي معرفة متخصصة في مجال معين. تمام؟ طيب ويتم اكتسابها بالتعلم، تمام، والخبرة. يبقى المهارة الفنية دي مهارة متخصصة في مجال معين، بتعلمها أو بكتسبها بالتعلم والخبرة. دول الثلاث مهارات اللي عندي، وتوزيعهم في المستويات الإدارية بتاعتي، واللي بيتقال عليهم المهارات الإدارية. دي كانت المحاضرة الأولى من مادة مقدمة في علوم الإدارة. أتمنى إني أكون شرحتها بشكل وافي، وأتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا أحسن استفادة.